صباح الخير رندا. صباح النور. كيفك اليوم؟ كثير منيحة. ماشي الحال. اليوم موضوعنا اكيد له علاقة بالصيام كون اليوم اول نهار بالصوم. بفترة الصيام في ناس بيستصعبوا هالفترة، اكيد عم نحكي من منظار غذائي. مزبوط. فشو هي التبس اللي بدك تعطينا اياها؟ يلا اليوم بدي احكي على كذا نصيحة غذائية، بدي اجمع سوا بصيام اكلات اللي هي اكلات الموجودة، اكلات موجودة بالشتاء. نعم. بنفس الوقت هول الاكلات اللي بدها تكون عم تريحنا حتى مش بهالفترة نكون عم نعصب، بالعكس هيدي فترة بدنا نكون عم نشطين فيها. يعني الصيام في عطاء، صيام في صلاة زيادة، في عطاء زيادة، في نشاط زيادة، فنحن بدنا ناكل لنتنشط زيادة، بدنا يكون كمان عندنا المود المنيح لنكون عم نقدر نعطي زيادة. اكيد عندنا هون الصلاة، عندنا الصيام، وعندنا تناول الاكل اللي هو الاكل الصحي. بس قبل تينا بدي اخبر خبرية اليوم. نعم. خبريتي اليوم هي تعقبا على الفالنتاينز داي، فخبريتي لها علاقه بشغلتين. اول شيء نحن بالفالنتاين دغري بنفكر بالشوكولا، بس هلا طالع بالابحاث اللي بعد ما خلص الفالنتاينز داي تبين انه اكثر مبيع كان للبونبون اللي هو شكله بشكل القلب. فهذا كان كثير كثير نبيع منه، وكثير كثير انعمل ريسيرش على قديش في وحده حراريه، اما قديش في غذاء. ثاني شغله اللي نبيع هو الفواكه اللي هي بتتغطس بالشوكولا. فكان اكثر الشوكولا اللي هو الاشخاص بيغطسوا فيه الدايب هو اللي كان رقم اثنين بالمبيع يعني، وبعدين كان في شوكولا، وكمان كان في الامبيد والشامبين كمان. نعم. هلا هون بخبريتي على الشوكولا، للاسف طالع خبريتين منهم كثير منيح للشوكولا. كل شيء نحن بنحكي عن حسناته، موانع التاكسد اللي فيه، خصوصا الشوكولا المر. وتبين انه الشوكولا انعمل دراسات من وراء ناس عندهم حساسيه على الحليب، وبتعرفي تينا اذا في حساسيه على الحليب يعني الشخص اللي بيتناول شيء في حليب رح يكون في رياكشن كثير مزعج. نعم. مزعج او بيؤدي انه يقتل بالاخر، هون عم نحكي على الحساسيه. فهول الاشخاص عطوا تشكيات انه هن بعد ما عم ياكلوا الشوكولا اللي هو مش مكتوب عليه انه هو عم ياخذوه مر، يعني مفروض ما يكون في حليب، عم يكون فيها الرياكشنز بجسمهم. فانعمل دراسات على الشوكولا، ومزبوط تبين انه 55 لوح شوكولا من اصل 75 مكتوب عليهم انه ما فيهم خالي من الحليب، عم يعملوا رياكشن، فهو كان فيهم تريسز من الحليب. هن طبعا منهم حاطين لهم حليب، ولكن يمكن مش يمكن على الاكيد انعملوا بمنطقه كان عم يشتغل فيها بشوكولا بحليب، ونحطوا حتى بمكانات مزبوط كان فيها رواسب. فهون رجعت هالشيء، هون مش لا كثير خوف العالم بقد ما عم قول انه لا، رجعت دخلت الدراسات ورجعت فاتت على هالمعامل ليرجعوا ينتبهوا على هذا الموضوع. بدراسات ثانيه للشوكولا كمان تبين انه بعض انواع من الشوكولا حتى من الماركات اللي كثير مهمه تبين فيها ماده عاليه من الرصاص. اوف. هلا هو بطبيعه الحال الرصاص بيجي اكثر شيء من البنزين اللي فيه رصاص، فهون بيؤدي لتلوث الطبيعه، وهالتلوث حبه الشوكولا بتقدر تمتصه اكثر من غير حبوب. فبس هون كانت عم تمتص جزيئات كثير صغيره، ولكن تبين انه الكاكاو اللي عم يجي من مناطق اللي فيها تلوث كثير، تبين انه الوحش حامل معها الرواسب كثير، رواسب كبيره. فهون كمان دراسات رجعت تنعمل. إذا واحد بيعمل ريسيرش في جوجل تينا رح تشوفي إنه محطوط أسامي أنواع الشوكولا اللي هي عم تحتوي هول الأنواع اللي هو الرصاص. فهون بدنا ننتبه. ولا أرجع للبوتوم لاين، لأن العالم أوقات تقول لي رندا خوفتينا. مني عم خوف، بس هول الأشياء بتكون موجودة، وهول الأشياء ليذكرونا إنه نحن صحيح بنقول على شغلة مهمة، ولكن ليميتيشن على الكمية هي دائما الأساس. يعني ما في اجي واقول انا كل يوم ايه بحب الشوكولا بدي اكل 100 جرام او 200 جرام، ليميتيشن بين 10 و 20 جرام بالنهار هي شغله لازم نحن نكون عم نحافظ عليها. فهول خبريتنا، مش كثير مهضومين اليوم بس لازم نقولهم. برجع على موضوعي.
موضوع أكل الصيام. أكل الصيام. هلا أكل الصيام عنا كذا شغلة نحكي فيها، وحتى حلقتنا اليوم ما رح تخلص نحن وعم نحكيهم، بكرة رح كمل كمان هالموضوع. أول شيء تقسيم الأكل هو من الأشياء اللي كتير كتير مهمة. نحن هون إذا ما عم ناكل ونشرب لساعة 12 أكيد رح نقدر نعملها، ولكن نصيحتي الساعة 12 ما نبلش دغري بالغدا. نحن بنعرف دايما بنحكي عن أهمية الترويقة. الساعة 12 بدنا نعملها ترويقة، فهو من المفضل انه نبلش بفنجان، فنجان اللي هو الجينجر اللي هو بيزيل الالتهابات مع الشاي، او يمكن اللي بحب يشرب فنجان القهوه كمان فنجان القهوه من الاشياء اللي صرنا نعرف حسناته. حسنات كمان كرمال مرض السكري، حسناته هلا لا يبعد الامراض السرطانيه بعنق الرحم كمان. هلا طالع دراسه جديده، فاذا فنجان الشاي مع الزنجبيل او فنجان القهوه كثير مهم مع ترويقه كثير صغيره، هيدا كتير كتير صغير. المهم نكون فوتنا أكل على جسمنا، وبعد بساعة أو ساعتين نعمل الغداء. أوكي. فهون التقسيم كتير مهم. بعدين عملنا الغداء لنقول ساعة 2، بطبيعة الحال ساعة 5 بدنا نعمل سناك كتير صغيرة حتى ساعة 8 نكون عم نتعشى. أول شيء نحنا بهيدا بنكون عم ناخد غذائنا الكامل. التقسيم بيكون ما خلينا السكر يقشط بالدم، وهيدي شغلة رح تزعجنا، رح تخلينا تعبانين، ما رح تعطينا النشاط. ونحنا عم نقول بهيدي الفترة اللي عم نعمله كمان لازم نكون نشطين. هلا من ناحيه ثانيه شو هن الاكل اللي لازم نفوتهم يعني هون عم نحكي اكل نباتي. رندا بقوليات. الاكلات اللي بدنا نفوتهم طبعا كلنا بنعرف قضيه البقوليات. هلا البقوليات بس بدي اذكر انه بكل نص كوب في 8 جرامات من البروتينات. فنحن وقت ما عم ناكل البيض واللحوم وحتى الاجبان والالبان بدنا البروتينات، واهم مصدر من البروتينات اللي احنا بدنا ناكلهم بنهارنا هلا كان نباتيين بوقت الصيام هو البقوليات. فول، فاصوليا، حمص، عدس. اللي بدي اقوله انه نص كوب بيحتوي على 8 جرامات من البروتين، تقريبا من قد بيضه يعني، وبيحتوي على 8 جرامات من الالياف. فاذا كميه الياف عاليه رح تساعد مصارينا، رح تساعد ضد امراض السكري وتخفض الكوليسترول، فاذا اشتغلت على موضوعين. وبنفس الوقت كثره الالياف رح تحدد مستوى السكر بالدم وكمان تشتغل على المود بهيدي الطريقه. طبعا فيها كتير معادن اللي هي بتشتغل على بتساعد جهاز المناعة، وفي كتير معادن بالبقوليات كمان عم تساعدنا لنكون نحنا مرتاحين. بس في شغلة رندا إنه خلال النهار لما الدايت تبعنا يصير بس مستند على الخضرة وعلى البقوليات، طبيعة الحال الخبز بده يزيد 100%، ومنه غلط يزيد الخبز. هلا مش غلط؟ لا ابدا ابدا. هلا بكره تينا رح احكي اكثر بتقسيم الاكل وقديش بدنا نفوت خبز هون. ولكن لارجع على البقوليات، كل الاشخاص اللي بتقول لي بتعمل نفخه، بنحكي دائما كيف بدنا نتحاشى النفخه. اول شيء بدنا نغليها 10 دقائق قبل ما ننقعها. اذا تغلي 10 دقائق بعدين ننقعها. زياده الكمون شغله كثير كثير بدها تكون ضروريه هون، والكميه اللي بدنا نتناولها. فهون ذكرت الخبز، اكيد كثير احسن انا اخذ كوب واحد من البقوليات مع خبز مع من ما نكتر كميته. الكوب واحد عطيني غذائي طبعا هون حسب حاجه الشخص، بدون ما يكون عم يسبب لي كمان النفخه. شغله ثانيه، نحن مش كل يوم رح ناكل بقوليات، فكمان بدنا ننتبه. هلا محل اللي ما رح نحط بقوليات بكره رح احكي شو الاشياء اللي نحن بدنا نعملها، ولكن البقوليات لازم تفوت بالقليله 3 مرات بالاسبوع. بكره رح اعطيكم امثله. بكره رح نكفي لكن حديثنا رندا، رح ناخذ وقفه مشاهدينا ومنكفي لايف.